جزاكم الله خيرا. تسأل عن سؤال آخر وتقول هل صحيح أن الإسيات في نهار رمضان مكروه لحديث الرسول والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ الصحيح أن السواك بالصائم غير مكروه بل هو سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على السواك ولم يصح عنه أنه استثنى حالة الصيام، بل حث على الاستياك مطلقة للصائم ولغيره، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم.